اهلا بك يا عبد السلام، ومش عايزه قبل نعم الهوا حضرتك. اتكلم معاك لان انا عندي اسئله كتير عايزه اسالها لاول مره مش في الكواليس. عايزين نسمع منك قصيده، حته من قصيده فلسطين، وبعدين او الخطبه اللي انت قلتها عن تمام، مش فلسطين. تحت امر. عملت مشاهده، ملايين المشاهده، عملت كام مليون يا مام؟ اخر قصيده دي ما شاء الله عدت 100 مليون مشاهده، يعني ما الحمد شاء لله. الله ما شاء الله ربنا حبيبي. يعزك. احمدك ربي، علمتني كيف احمد، أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد. الكون سبح في جلال ذاكرا، والطير بسم الله راح يغرد. لك يا إله العالمين دعاؤنا، نحن العبيد وأنت أنت السيد. إنا رضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. صلاة وسلاما يليقان بمقام إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نعيش اليوم مع أرض فلسطين، إنها رائدة الحضارة وأم المهارة ومنطلق الجدارة. إنها أرض العز، منذ أن وطئتها أقدام الأنبياء والمرسلين، ومشى عليها الصالحين المجاهدين، وأصبح فيها المسلمين المؤمنين القانتين العابدين القائمين الراكعين الساجدين. فإن لفلسطين مكانة عظيمة، وإن لها مكانة كبيرة على مر العصور وعلى مر هذا التاريخ. فسكن الأنبياء هي أرض فلسطين. نبي الله إبراهيم هاجر إلى أرض فلسطين. نبي الله لوط نجاه الله من العذاب بعد أن ترك قومه وهاجر إلى أرض فلسطين. نبي الله داود عاش في أرض فلسطين وبنى محرابه أيضاً في أرض فلسطين. نبي الله سليمان حكم العالم بأكمله من أرض فلسطين. النملة التي تحدثت مع نبي الله سليمان كانت أيضاً في وادي النمل في أرض فلسطين. نبي الله موسى بن عمران طلب من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي أرض فلسطين. سموها بالأرض المقدسة لأنها طاهرة مطهرة إلى يوم الدين. نبي الله عيسى بن مريم كانت ولادته أيضاً على أرض فلسطين. السيدة مريم لما هزت بجذع النخل وهي في أشد حالات ضعف المرأة كانت في أرض فلسطين. النبي صلى بكل الأنبياء من على أرض فلسطين. يأجوج ومأجوج ستكون نهايتهم أيضاً في أرض فلسطين. المسيح الدجال سيقتله نبي الله عيسى بن مريم في باب اللد في أرض فلسطين. المسجد الأقصى الصلاة الواحدة فيه بـ500 صلاة وهو أيضاً في أرض فلسطين. المسجد الأقصى من المساجد التي تشد لها الرحال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، ويقصد به المسجد النبوي. والمسجد الأقصى يقع في أرض فلسطين. النبي عرج به إلى السماوات العلى من أرض فلسطين. إذن فمن عقيدتنا أن نناصر أرض فلسطين، فأرض فلسطين هي أرض المحشر والمنشر. سيحشر الناس في أرض فلسطين، ويبعث الناس على أرض فلسطين، وهي أرض بيضاء خالصة البياض كالفضة، لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة، أي بعدما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. إذن فالتراث العريق تجده في أرض فلسطين. مهد الحضارات هي أرض فلسطين. أرض الرسالات هي أرض فلسطين. فمن عقيدتنا أن نناصر فلسطين. ورسالتي إلى كل فلسطيني: أيها الفلسطيني المعتز بتاريخك، المعتز بحسبك ونسبك، إذا سألك أحد الناس وقال لك من أنت، فقل له وكن شامخا وبكل فخر، قل: ألا وإنني من بلد الرجال، ألا وإنني من أرض فلسطين، ألا وإنني من مكان تسمع فيه صوت الأذان، ألا وإنني من أرض قد انتشر فيها الإيمان، ألا وإنني من أم قد أرضعتني لبن الحرية، وأب علمني حب فلسطين من الأبجدية. وقل شامخا وبكل فخر: فلسطين عربية، إلى يوم الدين فلسطين عربية. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. وأرجو منكم أن تقولوا آمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، وخائفون فآمنهم. اللهم اجبر كسرهم، اللهم اشف مرضاهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين.
ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. الله.